السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة مع بداية جديدة نعرف بيها معلومة جديدة نغير بيها حياتنا. معلومة النهاردة خاصة بيا أنا، وإزاي نزلت في الوزن ورحلة نزولي في الوزن، وإيه السبب أصلا إن أنا قررت إن أنا أنزل كل الرقم دوت، وأحكي لكم شوية أسرار وشوية حاجات عن حياتي أو في أثناء الرحلة دي حصلت غيرت كتير قوي 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 في حياتي وفي شخصيتي وفي كل حاجة. يلا بينا نبدأ حلقتنا بسرعة، يلا بينا. اهلا بيكم. طبعا الحلقه دي بصراحه انا كنت يعني مأجلاها شويه، انا كنت عايزه اعملها من زمان، يعني كنت عايزه اقول لكم رحله نزول الوزن بتاعتي او انا ليه اصلا خسيت الرقم ده كله. انا مبدئيا انا كنت اصلا وزني تقريبا حاجه و70 كيلو، 77 78 في الرينج ده، وانا بنت اصلا كنت 60 كيلو، فالرقم ده يعني تمام. لما كنت بروح اعمل دايت مع اي دكتور زي ما كلنا عارفين، اروح انزل في الوزن ابطل شويه الحاجات اللي بنعملها وارجع ازيد تاني، اروح ابطل انزل في الوزن وارجع ازيد تاني، بس تمام مفيش مشكله. لحد ما حصل حاجه في حياتي هي اللي خلتني يعني انزل كل النزول ده. انا دلوقتي تقريبا 56 كيلو. طبعا اللي بيشوفني لو قلعت النضاره ما بيقولش انا عندي 40 سنه يعني، وبنتي الله اكبر عليها، فيعني سني نزل خالص. يعني برضو نزول الوزن ده خلي بالكم بيصغر السن جامد، بلس ان هو حلو جدا عشان صحتنا. ولكن انا حصل لي مشكله معينه، كان عندي ظروف صحيه ان انا حصل انزلاق عندي في الفقرات الرابعه والخامسه بسبب الوعكه دي. الكلام ده من 5 6 سنين، هو طبعا ستيل موجود بس ما فيش تدخل جراحي، ما فيش حاجه حصلت، قادره امارس الحمد لله حياتي بشكل طبيعي جدا. وكان ده السبب على فكره برضو انا درست تغذيه يعني باي ذا واي يعني. المهم فقررت طبعا حاجات كتيره ودكاتره ميديكيشن وكلام، انا طب وبعدين يعني انا. فالمهم لما قررت في التغذيه قررت ان انا ابدا ان انا انزل رحله الوزن، بس مش عايز ان انا انزل وارجع ازيد، يعني انا مش عايزه كده، لان انا اوريدي اصلا في فتره من فترات انا خسرت عضلات. عشان كده ببقى حريصه دايما معاكم ان احنا ننزل صح او نخس صح او اديكم المعلومه بشكل مظبوط. طب حلو، انا بقى عملت ايه؟ والله بمنتهى البساطه هقول لكم انا عملت ايه. رقم واحد، انا قررت ان انا لازم اغير عاداتي، دي حقيقه، دي اول حاجه انا قررتها. بمعنى ايه؟ ان انا مش معقوله ان انا كل شويه ابطل حاجه معينه بحبها وارجع كذا. فلما قريت وفهمت ان في حاجه اسمها مايكروبيوم جوه جهاز الهضمي. المايكروبيوم ده على حسب ما انا بغذيه، على حسب ما هو بيطلب. يعني لو انا بدات اديله الجانك فود بقى والحلويات والبيتزا والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، خلاص هو سعادته مرتبطه بالكلام ده، عقل تاني جوه جهازنا، ومناعتنا 60% اصلا من جهازنا الهضمي. لكن لو انا غيرت الكونسبت ده وبدات ان انا ادخل له اكل هيلسي، هو خلاص مش هيطلب الاكل ده. ومن هنا بدات رقم واحد ان انا اغير العادات بتاعتي. انا كنت باخد كوبايه نسكافيه او اي شاي باربع خمس معالق سكر. حلو تمام. عملت ايه؟ واحده واحده بدات ان انا اخرج السكر. كلنا عارفين ان السكر سم، محدش فينا مش عارف المعلومه دي، وكلنا فاهمينها. سكر وملح سموم بيضاء من واحنا عيال صغير، بس مين بياخد القرار؟ مفيش حد. وحتى اللي مش عايز يدخل سكر بيقوم مدخل السكر الصناعي، تمام، اللي فيه منه اصلا حاجات مضره جدا. فانا لا، انا عايز اشيل سكر خالص، انا مش عايز ادخله، انا اصلا مش عايزه ايه، عايز ارفضه. فواحده واحده جرادولي، انا بدات باربع خمس معالق، حلو بقى اربع ونص، اربع معالق، ثلاثه ونص، وهكذا لحد ما اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي. بقالي فتره كبيره اكتر من سنتين مثلا، لو حد حط لي ربع معلقه سكر على فنجان القهوه مش هشربه، مش هستحمل ان انا اشربه، دي حقيقه والله. لان انا موتت الخلايا اللي بتستشعر السكر، بيبقى في بكتيريا موجوده هي بتتغذى عليها اصلا فماتت. فاي حد يحط له سكر مش هستحمل اغنى. وهو ده النجاح، ان احنا لما نوصل لحاجه معينه ما نستعجلش، ما نخشش عليها بقلب جامد، يجينا ديبريشن في النص ويجيلك احباط في النص وما تعرفش تكمل. اهم حاجه الاستمراريه، ان انا اكمل في الحاجه، مش اللي هو انا عايزه ابطل سكر فبطل سكر، واول ما حد يجي يديني البسبوسه اه والله نفسي في البسبوسه، اه والله نفسي اكل حاجه مسكره. لا خلاص، انت مش هتحب السكر، حد يجي يديك سكر انا مش عايز اخد سكر. فدي اول حاجه بدات اغير العادات بتاعتي فيها، ان انا واحده واحده ابطل سكر. تاني عاده فرقت معايا جدا 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 فوق ما انتم ممكن تتخيلوا، النوم. النوم فعلا
قرأت كتاب، يعني أنا يمكن عملت بوست على الكوميونتي بالكتاب دوت، قد إيه النوم غير لي حياتي والله بمنتهى الأمان. أنا كنت من الناس عادي اللي ممكن أنام 12 واحدة، طبعا الناس اللي بتسمعني 12 واحدة ده احنا ممكن نقعد 2 3 وننام بعد الفجر، أنا عارفة إن في ناس كده أصلا بتسمعني. ده دمار للجسم فعلا، أنا كنت بدمر جسمي فعلا. اي بين او اي الم او اي حاجه كنت بحس بيها فهمت ليه، لان انا ما بديش لجسم صيانته، هو اصلا تعبان، هو اصلا عنده التهابات كتير، هو اصلا فيه مشاكل كتير، وانت بتجهديه اكتر او بتعمل ستريس عليه اكتر ان انت بتفضل سهران طول الليل. فعاده مميته فعلا على اللونج تيرم، عاده مميته يعني بتدمر الجسم، بتدمر خلايا الجسم خالص. ما ينفعش مكنه شغاله في المصنع تفضل مكنه دايره دايره، لازم يريحوها عشان تكمل تاني يوم. ما ينفعش عربيه دايره كل يوم دايره دايره ما نروحش نعمل لها صيانه، لازم نعمل لها صيانه عشان تفضل مكمله معانا. هو ده نفس الكلام. فالنوم بالليل اللي هو ناخد 8 ساعات او 6 8 ساعات بالليل، اللي هم من 8 للساعة 3 او من الساعة 10 للساعة 3، في 3 مراحل بنمر بيهم. انا عملت حلقة مخصوص عن اهمية النوم هسيبها لكم، لان مهم جدا ان احنا ناخد الفترة دي. غيرت حياتي تماما. ده غير بقى ان انت لما تصحى الصبح بدري 5 6 الصبح، يعني انا يعني احيانا بصور اصلا بدري من 6 الصبح او حاجة، الناس كلها نايمة، في بركة كده في اليوم، عندي مذاكرة بقعد اذاكر، عندي شغل البيت، عندي شغلي، عندي تصوير، عندي شغل القناة، عندي حاجات كتيرة جدا بعملها، عندي قراءة. فتبص تلاقي اليوم في بركة، بتعمل فيه حاجات كتير جدا وبتنجز فيه حاجات كتير قوي، وغيرك يقول لك ده الوقت مش مقضيني، ده انا ما عنديش وقت، انت بتجيب وقت منين، ده انا الوقت مش عارف ايه. الوقت فظيع، يعني احنا بنقول تايم از ماني، الوقت لو انت ما عرفتش تستغله، لا هو الوقت حلو جدا على فكره، 24 ساعه احنا بنعمل فيهم ايه؟ هتكتشف ان في وقت كتير جدا بيضيع في يومك انت ما بتستفدش بيه. انا لا، الحمد لله بفضل الله، ويعني ربنا يديم علينا نعمة يا رب، لا دلوقتي وقتي بستغله حلو جدا ال 24 ساعة. فدي تاني عادة غيرت حياتي بشكل كبير جدا، قصة النوم. تالت حاجة بقى الاكل، اللايف ستايل بتاعي كله غيرته. بدل ما انا باكل بقى نشويات كتير بقى والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي وعيش وقمح، بطلت جلوتين، مفيش، فري، ما عادش فيه في اكلي خالص. وبدات ادور على الحاجات الصحيه، ومن هنا برضو جات لي الفكره وانا بعمل القناه، ان انا لما انا انزل القناه انزل فيها كل حاجه ريليتد بالصحه، سواء اديكوا توبكس عن المطبخ، اديكوا عن الوصفات، اديكوا عن التغذيه، الرياضه، كل حاجه، كل ما يهم الصحه وكل حاجه ليها علاقه بالتغذيه والنيوتريشن، انا ربنا يقدرني واكون سبورت معاكم فيه. عشان كده انا ده كان فكري اصلا وانا بعمل القناه، ان انا اللي انا عملته اقدر اوصله لكل الناس ويقدروا ان هم يعملوه زيي، عشان اغير كل حياه الناس بامر الله، ويعني يكون في ميزان حسنات ان شاء الله. فتالت حاجه بدات اغير الاكل واللايف ستايل بتاعي خالص، وادور على الوصفات الصحيه وابدا انا اعملها في البيت، بحيث لو انا عايزه اكل عيش اكل عيش، ما احرمش من نفسي من حاجه، عايزه اكل حاجه حلوه اكل، بس مغيره اسلوب حياتي. والله حابه اكل يوم بيتزا، ايه المشكله، بعملها في البيت، بس مش ده كل يوم العادات بتاعتي، يعني مش ده اللايف ستايل بتاعي. اللايف ستايل بتاعي متظبط طول يوم زي ما احنا، زي ما انا قلت ده بقى عاده، ولو جيت في يوم بنتي مثلا خارجين او في النادي او عايزين ناكل حاجه، واي نوت، مفيش مشكله هناكل، بس مش ده اسلوب حياتنا، مش ده اللايف ستايل بتاعنا، فما بيبقاش في مشكله خالص. واحيانا لما بيحصل حاجه زي كده الجسم بيرفض الكلام ده كمان، وبيحصل دايريا وحاجات غريبه كده. خلاص هو الجسم محتاج الحاجات اللي هو اتعود عليها، لان خلاص البكتيريا النافعه هي اللي بقت زياده. اخر حاجه فرقت جدا في حياتي الرياضه، رياضة رياضة. ما ينفعش اتكلم في رحلة نزول وزن من غير ما تفهموا قيمة الرياضة. يمكن انا ما عملتش حلقات لسه عن الرياضة، بس ناوية ان شاء الله من ضمن الاوبجكتيفز بتاعتي. بدأت الاول بالجيم عادي جدا، شوية لما جت الكورونا ما فيش جيم، في البيت بقى عادي برضو، تمرينات بسيطة بننزل من على اليوتيوب، ازاي ان انا اعمل تمرينات مقاومة، ازاي ان انا اقوي عضلات الظهر، ازاي ان انا اقوي كذا، وبنبدأ نعمل التمرينات في يومنا بشكل سهل وبسيط، نحرك العضلات. الرياضة عايزة اقول لكم 75% من دهون جسمك بيطلع في ثاني اكسيد الكربون، نفس، يعني حتى لو الناس بتتمرن غلط في التمرينة وما بتخرجش النفس صح، يعني في تمرينات للنفس لو نزلتها من على اليوتيوب
النفس لوحده بيطلع 75% من الدهون. يعني ما فيش حاجة اسمها اللي هو اكل اللي انا عايزه ما العبش رياضة، لا، الدهون يا جماعة، دهون جسمنا بتطلع في خلال النفس، مش هقول اكتر من كده. الرياضة يعني اولا بتطلع كمان هرمونات السعادة، السيروتونين، الدوبامين، بتحس ان انت سعيد ومبسوط وبتفرق في حياتكو خالص. انا بجد يعني كان نفسي ان انا اقول الحلقة دي من زمان، دي رحلتي مع نزول الوزن، ودي الحاجات اللي انا عملتها واللي غيرت فعلا حياتي، ان انا غيرت من عاداتي، خرجت السكر، خرجت الجلوتين خالص، بدات انام كويس، انام بدري واصحى بدري، بدات ادخل ميه حلوه في يومي، بدات ان انا اكل اكل هيلثي، بدات ادخل الرياضه، والحمد لله بفضل الله انا صحتي كويسه الحمد لله دلوقتي، على الاقل مش محتاجين عمليات، مش محتاجين ادويه، وقادره ان انا امارس حياتي. دمتم دايما اصحاء يا رب، ويا رب الحلقه دي تكون مفيده ليكم واستمتعتوا بيها، واستنوني الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.